الثروة الحيوانية إحدى أهم الموارد الاقتصادية للأهالي في معظم المناطق الريفية بسوريا، باتت في حالة يرثى لها خلال الآونة الأخيرة، كما معظم القطاعات الاقتصادية التي نالت نصيبها من التدهور في ظل الحرب المستمرة. ريف حلب الشمالي اشتهر بغنى الثروة الحيوانية بكافة أنواعها نظراً لخصوبة مراعيه ووفرة أمطاره. فقد هذا الريف جزءاً كبيراً من هذه الثروة لأسباب عدة، بعضها يتعلق بانخفاض مساحة المراعي وغلاء أسعار الأعلاف وتهريب المواشي إلى دول الجوار. نعاني من قلة في الثروة الحيوانية، وهناك عدة أسباب لهذا الموضوع. السبب الأول وهو قلة المراعي، بحيث انحصرت المنطقة في منطقة ضيقة جداً. والسبب الآخر هو غلاء الأعلاف، حيث يعني وصل كيس العلف المركب إلى 7000 ليرة سورية من جهة، ومن جهة أخرى عدم تواجده أبداً. والسبب الثالث وهو التهريب إلى الدول المجاورة. عوامل مختلفة أدت إلى انخفاض إنتاج الثروة الحيوانية كاللحوم والحليب ومشتقاته، ما اضطر أهالي ريف حلب الشمالي إلى الاعتماد بشكل أساسي على استيراد هذه المنتجات من الريفين الشرقي والغربي ومن دول الجوار، بعد أن كان هذا الريف مصدراً للمنتجات الحيوانية إلى مناطق كثيرة. تحديات كبيرة تواجه أصحاب الثروة الحيوانية في الحفاظ على ثروتهم، فالقصف المتكرر يجبر الأهالي على النزوح من مكان إلى آخر، كما أن أعداداً كبيرة من الماشية أصيبت بالأوبئة، فضلاً عن اضطرار المربين إلى ذبح أعداد كبيرة منها خوفاً من نفوقها بسبب نقص الأدوية وندرة الأطباء البيطريين. صار نزحنا كذا من محل لمحل، التنقلات غالية، العلف غالي، كيس العلف اليوم ب7000 فرقة، لقاحات ما عم بيجينا، أمراض كثيرة. الدواجن لم تكن بأفضل حال من المنتجات الحيوانية الأخرى، فسعر الكيلوغرام من الدجاج الحي تجاوز 1000 ليرة سورية، وتناقص أعداد المربين بسبب التكاليف الكبيرة التي أصبحت ترهق كاهل العاملين في هذا القطاع. حاليا ما اضطرينا أنه نذبح الفروج على بكير، ما في علف، كل شيء غالي، كله صار على الدولار، وسعر فروج الكيلو اليوم عجريب 1000 ليرة. حال الثروة الحيوانية المتردي في ريف حلب الشمالي أصاب المزارعين بالإحباط من مستقبل مهنتهم، متمنين أن تعود الثروة الحيوانية ثروة حقيقية لهذا الريف كسابق عهدها.